وللحديث عن دلالات وتداعيات قرار حركة حماس الفلسطينية بإعادة علاقتها مع النظام السوري، معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله. ما خطورة قرار حركة حماس إعادة علاقاتها مع النظام السوري؟ هل هو ضرورة سياسية بالفعل للحركة تأتي في ميزان المصالح المجردة، أم كما قال البيان بأن هذا يعد خطأ استراتيجيا؟ تحية لجنابك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين الأكارم. بداية، نحن لا ننكر جهاد حركة حماس ومقاومتها للصهاينة المعتدين المحتلين، ولكن هذه الخطوة التي جاءت على كما يقولون دماء السوريين خطوة ليست سديدة، واعتبرتها هيئة علماء المسلمين خطأ استراتيجيا، لأنها تؤثر على مصالح المقاومة في فلسطين ضد الكيان الصهيوني المحتل، ولأنها ستكون تداعياتها أكثر من المصالح المتوهمة التي تتوهمها بعض قيادات حماس التي دعت أو سعت في أن ترجع العلاقة مع النظام بشار الأسد، لأن نظام بشار الأسد كما هو معلوم أباد مئات أو ملايين السوريين ما بين مهجر وبين مقتول، وحتى البحار شهدت على ابتلاع آلاف السوريين، فلا يمكن أن نترك هذا النظام مع جرائمه والتي شهد العالم بها ثم نذهب ونطبع مع هذا النظام الذي هو أصلا في القانون الدولي هو نظام مسؤول على إبادة جماعية، فهو نظام مجرم مرتكب جرائم ضد الإنسانية، فهو خطأ استراتيجي من حركة حماس، وستفقد الكثير حركة حماس إذا استمرت في هذا المنوال. دكتور ثامر، على المستوى الشرعي إلى أي مدى يعد هذا القرار غير صحيح باعتباره ركونا إلى ظالمين شاركوا في قتل شعوبهم؟ لا شك أن الله عز وجل قد بين أن الأمر بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وهذا الأمر شرعيا لا يجوز، لأن نظام بشار الأسد وبشار الأسد تقريبا أباد 80% من سوريا، فهو نظام لا يعد وطنيا، لأنه جاء باحتلال روسي إلى سوريا وجاء باحتلال إيراني إلى سوريا، فلا يمكن أن نقول أن هذا نظاما وطنيا، لأنه بدل الاحتلال وجاء بالاحتلال وأباد الشعب السوري، فلا يمكن أن يوصف بالوطنية. ثم من جانب آخر، هذا النظام قد سفك الدماء، ملايين السوريين سفكت دماءهم، أطفال ونساء أبيدوا حتى بالأسلحة المحرمة حتى بالكيميائي، فمن ناحية شرعية لا يجوز أن يمكن أن نتقرب إلى هذا النظام، لأن التطبيع مع نظام بشار الأسد هو يعني أنه الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد هي في نظر من يطبع معه ليس مضطرا وليس ملجئا إليها، هو مرتكب لمحرم شرعي، لأنه يتستر ويجعل هذه الدماء معفون عنها ومغفور لها ومغفور عن ارتكابها من جانب هذه الجهة. دكتور ثامر، من ناحية أخرى، هل تعتقد بأن قرار حركة حماس بإعادة علاقتها مع النظام السوري من الممكن أن يساعدها على قطع الطريق على مشاريع التطبيع مع الكيان من بعض الأنظمة الأخرى؟ طبعا لا، لأن هذا الأمر بالعكس سوف يدعو الكثير إلى أن من ضعاف النفوس أو من الذين يتحججون بالتطبيع مع الكيان الصهيوني أن يسيروا قدما في هذا الاتجاه، اتجاه التطبيع، لأن نظام بشار الأسد هو لم نره يوما قصف إسرائيل أو أعلن الأعداء لإسرائيل أو أنه ضرب إسرائيل أو حتى أنه رد على هجمات إسرائيل التي ضربت يمينا ويسارا في نظام بشار الأسد، وحتى قبل أيام ضرب الكيان الصهيوني ضرب المطارات، فلم يرد بشار الأسد على هذا النظام، فلماذا يأتي حركة حماس لتتحالف معه ولكي ترجع العلاقات؟ ما هو الوجه في ذلك؟ أين المصلحة في ذلك؟ فإذا هو نظام لا يحارب أعداءه ولا يحارب أعداء الفلسطينيين، فكيف تركن إليه حركة حماس وتعيد العلاقات إلى هذا النظام البائد المجرم؟ من ناحية أخرى دكتور ثامر، كيف من الممكن أن يؤثر هذا القرار على علاقة حركة حماس بعمقها الشعبي والإسلامي
طبعا العربي والإسلامي الذي طالما رهن عليها كحركة مقاومة ولم يقصر في دعمها ومساندتها في مقاومة الاحتلال حتى أثناء تعرضه للقصف والقتل والتهجير كما جرى مع الشعب السوري وغيره من الشعوب. لا شك أن الجميع الهيئات الشرعية والجهات الشرعية وحتى الوطنيون يقدمون قضية فلسطين على القضايا الأخرى، فنحن في العراق وفي العية نقول أن قضية فلسطين هي القضية الأولى رغم الجراحة التي تصيب العراق ورغم المآسي التي تصيب العراقيين، ولكن دائما ما نكرر نقول أن القضية الأولى هي قضية فلسطين. فلا يمكن أن تتمادى حماس في انحرافها إلى هذا الاتجاه. فالسوريون قتلهم بشار الأسد وحجرهم بشار الأسد، وملايين السوريين الآن هم كانوا يدعمون حماس ويدعمون الشعب الفلسطيني ولا زالوا، ولكن هذه ستكون حجر عكرة أمام دعم حركة حماس في المستقبل القريب، وهذا أمر ليس في صالح حماس، خصوصا أن حماس هي يعني بأفعالها هذه وبتصريحاتها هذه تستفز مشاعر المسلمين وهذا لا يقبله عاقل. نعم. هذا يعني هو أيضا موقع سؤال دكتور، في رؤيتكم لحركة حماس هل بالفعل من الممكن أن يقدم أو يكون النظام السوري الحالي قادرا على تقديم أي دعم للمقاومة الفلسطينية؟ والذي طبعا بطبيعة الحال هو نظام منبوذ عربيا وعالميا. هذا أولا، هو نظام منبوذ عربيا وعالميا وإقليميا إلا من بعض الجهات، هذا أولا. فهذا النظام هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، هذا النظام استعان بالاحتلال الروسي وسلم بلاده لروسيا وإيران والميليشيات المسلحة سواء العراقية سواء ميليشيات اللبنانية، وسلمها كل سوريا، والآن بشار الأسد هو لا يملك قراره، قراره مرهون بهذه الجهات، وهذه الجهات أيضا هي ليست عدوة بالحقيقة للكيان الصهيوني. فحسن نصر الله هو مع حدوده مع فلسطين وحدود سوريا مع فلسطين المحتلة، وهم لم يقدموا شيئا لأراضيهم أو استعادة أراضيهم، فكيف يريدون أن يقدموا لحركة حماس هذا الدعم؟ ولكن هي هذا الأمر جاء بتوجيه إيراني لحركة حماس لإعادة العلاقات مع النظام السوري دعما للنظام السوري وليس دعما لحماس، فالأمر معكوس، هو دعم للنظام المجرم الذي سفك دماء السوريين وليس لحماس أي فائدة من هذه الخطوة سوى كسب أعداء جدد وكسب مواقف سلبية باتجاه حماس. مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.